حياه كريمه زي ما قلت لحضراتكم دايما، ان احنا بنحاول كل يوم كده نشوف يعني حياه كريمه وصلت لفين. هذه المبادره اللي دايما بقول وهفضل اقول طول يعني ما انا بلتقي مع حضراتكم عبر هذه الشاشه المحترمه، ان دي من اكتر المبادرات والخطوات اللي كان المواطن المصري البسيط متعطش ليها بشكل كبير، وكان كل يوم بيأمل ان حد يبص لحاله ويشوف يعني اللي بيعيشوا او اللي هم بيعيشوه، وكانوا بيحسوا ان هم صغيرين قوي في مصر، ومصر مش شايفاهم ولا حاسه بيهم. لكن ده اتغير وبدأ في التغيير بخطوات محسوسة، بخطوات مدروسة عشان نشوفها بعد كده في المستقبل اللي جاي بإذن الله. طبعا احنا بنقول دايما ان في 7 سنين من حياتنا فيهم انجاز بيتم على الارض الواقع، ومن ضمن المبادرات دي مبادرة حياة كريمة. النهاردة كان في تعاون ما بين وزارة الهجرة وما بين حياة كريمة، زي ما احنا بنشوف كده الصور اللي تمت في بروتوكول التعاون ما بينهم من خلال العمل على دعم تنفيذ اعمال المبادرة دي بشكل كبير جدا، ومراكب نجاة كمان. يعني احنا بنتكلم في حياة كريمة وبنتكلم في مراكب نجاة والتعاون مع وزارة الهجرة المصرية. معنا دلوقتي الأستاذة آية عمر، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة. أستاذة آية تحياتي ليكي. تحياتي ليكي يا أستاذة آية والجمهورك العزيز. أهلا وسهلا. لو تكلمينا عن البروتوكول ده، ودايما السؤال هي إزاي وزارة الهجرة ممكن تساهم في حياة كريمة؟ يعني أي وزارة تانية ممكن نقول، أو وزارة التضامن مثلا هيكون ليها علاقة مباشرة، وزارة مثلا التخطيط عشان نقدر نشوف الدنيا ماشية فين، لكن وزارة الهجرة إزاي هتساهم في هذه المبادرة؟ صحيح، ده سؤال مهم جدا. خليني أبدأ النهاردة أقول إن اليوم طبعا مميز جدا إن يتم عقد فيه البروتوكول مع وزارة الهجرة، لأن كمان بيتزامن مع ذكرى توصيب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكم منذ 7 سنوات. هي فترة هامة جدا مثمرة بالعديد من الإنجازات، وطبعا من ضمنها إطلاق وللمبادرة الرئاسية حياة كريمة في عام 2019، واللي تحولت طبعا لمشروع قومي في مقتبل العام الميلادي من 2021. الحقيقة وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج تتفق في عدة أمور هامة جدا ومحاور هامة جدا مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة. يعني منذ تحديد المحددات الرئيسية للقرى، لاستهداف القرى والمراكز المستهدفة في المبادرة الرئاسية. وده بيخلينا نقول ليه مهم الموضوع ده، ان احنا يبقى وزارة الهجرة احد العناصر الهامة الفاعلة في هذه المبادرة، لان احنا عند دراسة المحددات الخاصة بالقرى بنبحث عن المعايير او الطبيعة الخاصة بهذه القرية من مشاكل او من طبيعة خاصة لها، سواء امنية او مشكلة هجرة غير شرعية او ايا كان من هذه المشاكل التي تواجه عدد من القرى في المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وجايز كمان في نقطة هامة جدا يجب الإشارة إليها، إن في نقطة بحث آليات مساهمة لتمويل محاور المشروع القومي حياة كريمة من خلال الأفراد والمؤسسات الدولية خارج مصر، لتخفيف العبء على الموازنة العامة في تمويل المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ودمج المبادرتين مراكب النجاة ومبادرة حياة كريمة، وهما مبادرتين طبعا رئاسيتين، بجانب مبادرة أصلك الطيب، وهي مبادرة تم إطلاقها مؤخرا ضمن مبادرة حياة كريمة. طيب أشكال الدعم اللي خاصة بوزارة الهجرة، يعني هل المصريين في الخارج هيكون ليهم دور مثلا في دعم بعض القرى في حياة كريمة؟ ده حقيقي. حاليا جري التعاون بين وزارة الدولة للهجرة وبين مؤسسة حياة كريمة لوضع خطة كاملة لدعم المصريين بالخارج ضمن مبادرة حياة كريمة ومبادرة مراكب النجاة، وتوجيه آليات المساهمة من قبلهم سواء عينية أو مالية في مبادرتين حياة كريمة أو مبادرة مراكب النجاة. أستاذة آية عمر، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، أنا بشكرك شكرا جزيلا
على كل هذه التفاصيل المحترمة.